السلام عليكم. الاسم ديالي بوعود عبد اللطيف، مواليد 1956، وجيت باش ندير هاد الرجل ديال الرجل اليمنية اللي عندي فيها قطيع، مقطوعة ليا رجليا اليمنية، تقطعت لي بسبب السكري، مدة ديال 7 أشهر عندي نقص فيها، خصني نولي نتمشى بحالي بحال الناس، باش نولي انت نمشي للطوبيس ولا نمشي شي حاجة ونقضي الغراض، ما كنلقاش باش كن كنشدها العكاكات، ومرت العكاكات ما كيبغي يطيحوني. كنتمنى الجمعية المغرب إنقاذ، كنشكر المحسنين يقوموا بيا بهذا الرجال.